صباح الخير والصحة والجمال على كل مشاهديني في برنامج نعم أستطيع، الحلقة 153 من الموسم ال13 على التوالي. النهاردة في حلقة مميزة جدا مع بطل مصري، ابن جيش مصر العظيم والعاشق لترابها، زرعت في داخله حبها وخدمتها وخدمة أبنائها، ابن قرية ساندا بست بجمهورية زفتة محافظة الغربية، والمستشار العسكري السابق لمحافظة الغربية، وعضو مجلس النواب الحالي الذي تولى منصبه في يناير 2019، الرجل الذي لقبه محبي ومن بينهم الإعلامي وليد شعلان بالأسد الجريء والمكوك الفضائي، والرجل صاحب المبادئ وصاحب رسالة لكل طموح. ضيفي النهارده سيادة العميد أحمد يحيى الجحش، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا زهرة، منورنا. أهلا بيك، كل سنة وسعادتك طيبة. بحضرتك طيب، بحضرتك طيب يا فندم. طيب أول فقرتي النهارده مع حضرتك يا فندم، عايزاك تكلمنا عن جائحة كورونا اللي كل العالم مشغول بيها طبعا، عايزة أعرف مجهودات حضرتك وبالنسبة للتوعية للأهالي القرية والخدمات اللي حضرتك قدمتها لهم في الفترة دي. اتفضل حضرتك. حضرتك طبعا صباح الخير على جميع المشاهدين. احنا الفتره اللي فاتت يعني طبعا بنشكر الدوله المصريه على الاجراءات اللي خدتها الاحترازيه الاول من 15/3 بغلق المدارس والجامعات، تخفيف العماله وفي الاماكن الحكوميه سواء كان كليا او جزئيا. الاجراءات يعني، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رصد 100 مليار جنيه للموضوع ده، واحنا حتى فتحنا بند في الموازنه 2019/2020 بند جديد استحدث ب 10 مليار جنيه عشان برضه مكافحه كورونا. الاجراءات اللي انا عملتها في الدايره عندي حضرتك، انا دعيت عن طريقي برضه وحديث للدايره عندي ورجال اعمال ان احنا نبدا يعني نطلع بعض المواد الغذائيه للعماله المؤقته، وانا ده كانت بدايه مبادره مني، وعملت يعني عملنا يعني اكثر من 3 4000 شنطه وزعناهم برضه وساعدتك على الدايره. برضو بعض اللحوم برضو انا برضو كانت مبادره مني وزعتهم برضو على الدايره. نزلت برضو الشوارع حضرتك، بدانا نوعي الناس. طبعا انت عارفه كان في ازدحام كتير جدا على البنوك الفتره اللي فاتت. هم تقبلوا ده؟ تقبلوا ان الحمد لله رب العالمين، وكان معانا طبعا جمعيه رساله وحزب مستقبل الوطن كان موجود برضو، وبدانا ننصح في الناس طبعا عن ارتداء الكمامات، وبدات اوزع برضو في كمامات في ادوات مطهرات الكحول برضو مناديل معطره برضو، والتباعد برضو نوعي الناس تبعد عن بعض عشان النفس وبرضه الاحتكاك برضه، كل ده يعني لمصلحتكم انتم برضه عشان مصلحه اولادكم. برضه رحنا في موضوع التابلت، كنت عارفه كان في تزاحم جدا على موضوع السنترالات، وبعد كده اتفقنا مع مدير الاداره التعليميه عملناها في مدرسه، وبدانا ننظم الناس وخدنا كل يوم مدرسه ثانوي او مدرستين برضه بحيث ما يبقاش في تزاحم، والامور مشيت كويسه جدا الحمد لله. بدات اروح بعض المصالح الحكوميه، مثلا رحنا الشباب والرياضه طبعا عشان بعنصر الشباب نستفيد بعنصر الشباب معاهم، وبدات اوفر لهم بعض المطهرات ونتفق برضو جبنا بعض الماكينات الرش من الاداره الزراعيه برضو عن طريق مدير الاداره الزراعيه، وبدانا نرش برضو بعض دور العباده بعض كل المصالح الحكوميه. الموضوع الثاني برضو بدانا نوفر برضو بعض المطهرات لبعض القرى لرش برضو بعض القرى وتطهيرها. كان في تعاون من المواطنين والشباب وكده؟ طبعا ساعات كل بلد الشباب بتاعها ناس محترمه جدا، والناس طبعا واعيه لهذا الامر، ويعني الناس طبعا يعني ربنا يعدي من الموضوع ده على خير ان شاء الله باذن الله يا رب ان شاء الله. طيب كان عدد الاصابات كان كتير وقد ايه بالظبط؟ واحنا زفته تعدت حاجه و70 اصابه. طبعا الحمد لله تعافى منهم جزء كبير جدا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يعني كل ده كان منقول من العاشر من رمضان، يعني كانت العماله اللي شغاله في المصانع يعني في بعض هناك. المصانع هناك بدات تنقل وبدات ينقلوا اهاليهم، كل ده جاي من العاشر من رمضان. حصل حجر صحي للاهالي؟ سعادتك اللي حصل في قريه نهطاي حجر كامل بالنسبه لها، والحمد لله يعني هو اتفك الحظر النهارده كان 14 يوم واتفك، وكل الاصابات اللي كانت موجوده في نهطاي تعافت الحمد لله من ايجابي لسلبي الحمد لله رب العالمين. احنا عندنا بس قريه جزئي دلوقتي اللي هي ميت الحارون، وان شاء الله يا رب تتعافى باذن الله يا رب ويعدها على خير باذن الله ونطمن على اهالينا ان شاء الله. طب والوفيات كانت اعداد كبيره ولا لا؟ احنا بالنسبه لنا كمركز زفته هو وفاه واحده بس اللي هو الاستاذ محمود الله يرحمه، مطفي عينيه سعادتك، بس ده الوفاه بس الوحيده اللي كانت موجوده عندنا في مركز زفته.
طيب هي ايه بقى الخطط الجايه عشان نحس الاهالي بدايره حضرتك ان هم بقى يتعايشوا مع الفيروس بما انه يعني والله احنا مفيش انا اي يعني انا فاكسين برضو كانت دلوقتي؟ مبادره مني برضو عن طريق برضو مدير الادارات الحكوميه والسياده رئيس مجلس المدينه، واحنا في فيديو بهذا الكلام سجلنا فيديو برضو كل واحد يلزم بيته يلتزم بتعليمات الحكومه بتعليمات الصحه عشان خاطر اولاده بس، يعني يلزم يعني الناس على التزاحم على الاسواق كل ده الناس توعى لهذا الموضوع. انا ممكن انقل الفيروس، انا مش خايف على نفسي، خايف على اولادك. فكل واحد يتبع تعليمات السلامه اللي عاملاها وزاره الصحه عشان نعدي الامور دي على طب خير. حضرتك مثلا هتطبع ورق وفي الشوارع بالتوعية بالكلام ده؟ احنا طبعا عن طريق الفيسبوك طبعا سعادتك، عن طريق النزول للناس نفسيها. الفيديو دلوقتي معانا على الشاشة، موجود ساعتك. احنا كنا برضو ممكن حضرتك تكمل؟ كنا بنوعي الناس في الموضوع ده، كان معانا السيد رئيس مجلس المدينه وسكرتير عام المحافظه كان موجود في الفتره دي، ده كان قدام البنك حضرتك لو انت خدت بالك، ونزلنا كذا وكان معانا مدير اداره الشباب، وكنا بنوعي الناس في قدام زي ما حضرتك زي ما قلت حضرتك قدام السنترالات هما والبنوك. تقبلوا ده ولا زي طبعا الشائع لا 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 ده لا على ربنا لا احنا؟ لا لا الناس متقبله طبعا، يعني الناس بتحس بالخطر، يعني ما بتشوف الاعداد بتحس بالخطر، يعني كل واحد يدافع عن نفسه. ربنا يحمينا كلنا، امين يا رب. ربنا يحمينا. طيب حضرتك دلوقتي انا عايزه اتكلم عن مشكله الصرف الصحي في الدايره والاجراءات اللازمه لتطويرها، حضرتك قدمت ايه خدماتها وكده؟ اتفضل. حضرتك احنا مشكله الصرف الصحي ان الفتره اللي فاتت طبعا يعني في بعض البلاد كانت محرومه من الصرف الصحي زي دمنهور، سيمبو، كفر نواي، كفر شاهين، في بعض العزب الحمد لله جالها اعتماد ماله وبدا الشغل فيها بالفعل. احنا بس عندنا مشكله في قريه سان باسطي اللي هي بلدي طبعا. المشكله دي طبعا قريه سان باسطي كانت من اول البلاد على مستوى الجمهوريه في مشكله في مشكله الصرف الصحي. احنا الشبكه موجوده عندنا من سنه 98 من اول البلاد على مستوى الجمهوريه كلها والشبكه اتعمل. فمكان المحطه لا اما بيبقى املاك كبار حاجه املاك دوله، لا سعادتك بيبقى التبرع ارض، لا الحكومه بتشتري الكلام ده، لا نزع ملكيه. والحاله اللي عندنا اللي هي نزع الملكيه، اتنزع ملكيه للارض اللي هي مكان المحطه مرتين اتنين وصارت القرار المحطه يعتبر ان شاء الله خلصت كلها، فاضل بس احنا يعني بننزع طبعا ملكيه اللي بتاخد انت عارف روتين الدوله والاجراءات والحاجات دي كلها على مجلس تنفيذ قريه ومجلس تنفيذ مدينه ومحافظه ويصغي قرار ويطلع للتنميه المحليه غير كده كمان اللي احنا فيه مشكله كورونا كمان يعني ساعات ضيقت اتعطلت بقى الامور دي جدا كلها اللي من 15/3. الامور الحمد لله احنا بنطمن بس اهالي سان باسط بالنسبه للمشكله. طبعا يا جماعه انا استلمت، يا جماعه انا حلفت اليمين 28/1/2019، احنا دلوقتي في شهر 5 طبعا الدنيا كلها واقفه من 15/3 في جميع الوزارات الحكوميه. احنا دلوقتي المحطه ما كانتش مبنيه عندنا خالص والصور موجوده لاهالي سان باسط، انا بقول لهم الكلام ده الصور موجوده وشوفوا. انا ما مسكت انا في خلال سنه الحمد لله المحطه اتبنت واتظبط والكلام والمعدات بتاعتها الضخ والطرد بتاعتها موجوده في المخازن ان شاء الله. بمجرد انا ببشر اهالي سان باسط بمجرد ان شاء الله احنا خدنا خطوه جامده جدا، والقرار دلوقتي موجود في رئاسه الوزراء وهيطلع قرار في خلال ايام طبعا بسيطه باذن الله اما الامور بس تمشي. وبنطمن اهالي سان باسط بمجرد القرار يطلع ان شاء الله ونعوض اهالي الارض باذن الله. ان شاء الله باذن الله بنبشر اهالي سان باسط ان الشغل في برضه صور هنا قدامنا برضو ده سعادتك بقى. انا بنسرد الموضوع ده، انا طبعا الفتره اللي فاتت في السنه دي انا جبت اكبر قياده في الصرف الصحي لسان باسط، يعني رئيس هيئه الصرف الصحي في محافظه الغربيه انا جبت زار المحطه في سان باسط واخد بال سعادتك موجود معانا هنا سعادتك، وجبت اكبر يعني راس تنفيذي او اكبر حد تنفيذي في المحافظه محافظ الغربيه. المحافظ طبعا بيفتتح بيقص شريط، لا انا جبته يشوف المشكله نفسها بتاعه سان باسط ايه محافظه غربيه. سياده اللواء هشام السعيد طبعا ومشكورا طبعا يعني المحطه اتبنت في عهده وكان مذل الصعاب كلها. فانا بقول للناس اهو يا جماعه، فهو بس اللي موقف الامور ان قرار المنفعه العامه سقط فاحنا بنجدده روتين، يعني كل المساله كلها هو بس ساعات روتين الدوله بس. اما الموضوع نفسه ان شاء الله باذن الله بعد ما الامور تشتغل احنا بنبشر اهالي سان باسط، وده وعد مني قدام حضراتكم ان المحطه هتخلص باذن الله في الفتره اللي انا موجود فيها باذن الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. طيب ننتقل بقى للمشكله الثانيه، مشكله السكك الحديديه والمزلقانات بسان باسط برضو. عايزه اعرف هل في تطوير للسكك الحديديه والمزلقانات؟ لا احنا الفتره اللي فاتت طبعا انا الملف ده انا طبعا لما دخلت المجلس
توليته. تمام. احنا عندنا الخط بتاعنا اسمه خط البشوات اللي هو خط زفت بنها. احنا المحطه بتاعتنا اسمها منصور باشا. احنا طبعا كان عندنا في اربع محطات ما اتطوروش لسه، اللي هي منصور باشا وصدقي باشا اللي هي الغريب، وعندنا ميت الحارون، وعندنا تفاعل العزب. الحمد لله جريت في الموضوع ده وعملنا عقد اتمضى 30/3 اللي فات وخلاص، ومحطه سند باص اتسلمت وان شاء الله هيشتغلوا فيها بعد العيد. انت عارف عشان يعني مضينا العقد والمقاول استلم المحطه بالفعل وهيبداوا فيها ان شاء الله، والميت الحارون برضو اشتغلوا فيها. المقاول المفروض النهارده بيرفع مساحي عشان يبدا يهد في المحطه نفسها ويبنيها من جديد ويطور المزلقان بتاعها. الفتره اللي فاتت بقى طبعا انا عملت طبعا لبلدي بقى اللي هي صندباست ايه بقى سعادتك الفتره اللي فاتت، اتفضل حضرتك، والدايره كامله انا عملت في الدايره معانا برضو الصوره هنا صندباست. الحمد لله الفتره اللي فاتت انا عملت صندباست، انا عملت على مستوى الدايره 5 مدارس، 2 منهم في صندباست عندنا البلد بتاعتي يعني. تمام. فرشنا 7 جوامع، 2 في صندباست، جبنا 5 حدائق طفل لمراكز الشباب، واحده في صندباست برضو، بعض دعم مادي لمراكز الشباب، 40 مركز شباب على مستوى المركز منهم برضو صندباست. برضو المزلقان، تطوير المزلقان سعادتك، عملنا لهم مزلقان محترم برضو ومدخل محترم لمدخل زفت الجنوبي ككل، هو برضو مزلقان صندباست 30 متر ده يعني مزلقان يليق باسم صندباست ومركز مدينه زفته. برضو سعادتك برضو يعني بالنسبه برضو عملنا لهم بير متوازي، كان ضعف المياه موجوده في البلد، عملنا لهم بير متوازي، صدقنا على 3 مليون جنيه اللي هي المناطق اللي هي مد وتدعيم الميه، وهم شغالين دلوقتي في الموضوع ده وفي المركز كله باذن الله كاملا باذن الله ان شاء الله ده الفتره الجايه باذن الله. وما فيش اي يعني تطوير للسكك الحديديه والمزلقينات وكده ولا للشبكات نفسها؟ لا ساعتك لا الشبكات لا، هو المحطات نفسها بس، المحطات القطارات بس هي اللي جاي لها تطوير، اللي هي محطه صندباست والغريب والميت الحارون وتفانى العزب، ودول خلاص سعادتك صندباست استلموها وميت الحارون استلموها بالفعل وهيبداوا شغل فيها بعد العيد باذن الله ان شاء الله. باذن الله يا رب ان شاء الله. طيب حضرتك دلوقتي نتكلم عن مراكز الشباب، وعايزه اعرف دورها بالنسبه لتوعيه الشباب في مشاكل الشباب، في المشاكل الثقافيه مثلا، برضو في الالعاب الرياضيه. اتفضل. هو طبعا مراكز الشباب طبعا مهم جدا، مراكز الشباب بس طبعا انت عارفه مغلقه اليومين دول طبعا بعد القرار دوت عشان التجمعات جائحه كورونا. طبعا مراكز الشباب مهمه جدا طبعا لتجميع الشباب كحاجه رياضيه في العاب الكوره، في كره القدم، في برضه في بعض بيعملوا بعض المسرحيات برضه والاعمال الفنيه مراكز الشباب سعادتك. في برضه سعادتك برضه كان الاستاذ وليد برضه من السنه اللي فاتت عمل معرض تشكيلي برضه، هو كان متولي هذا الموضوع في مركز شباب زفته، جاب الفنانين التشكيليين بتوع زفته كلهم، كل واحد عنده هوايه بصراحه، وكان حاجه محترمه جدا برضه عن طريق مراكز الشباب. برضو احنا برضو جبنا لمراكز الشباب سعادتك الفتره اللي فاتت قلت لحضرتك 5 حدائق طفل برضو للاطفال، برضو بحيث برضو للشباب للاطفال الصغيرين موجودين يعني، احنا برضو عملناهم بعض الدعم المالي عشان برضو اي حاجه ثقافيه اي حاجه رياضيه تبقى موجود عندهم دعم مالي في مراكز الشباب. انا جبت ال 40 مركز شباب على مستوى مركز زفته الفتره اللي فاتت برضو يعني ان شاء الله باذن الله برضو دور جامد. والرياضه لا الرياضه طبعا هو طبعا الكره طبعا اللعبه الوحيده الاولى عندنا الشائعه في مصر كلها. كره القدم طبعا يعني ده كل مراكز الشباب مهتمه بهذا الموضوع جد. مع طبعا مع اللعبات بقى الفرديه البلياردو على البنج على الكلام ده. طيب دلوقتي معانا مداخله للباشمهندس وليد شعلان المنتج الفني للبرنامج، اتفضل يا فندم. الو صباح الخير. صباح النور. منورة رنا وحلقة موفقة إن شاء الله. الله يخليك يا باشمهندس. الله يخليك. سيادة العميد أخويا الكبير، إزي حضرتك؟ الله يخليك. إزيك يا باشمهندس أستاذ وليد؟ إزي حضرتك؟ كل سنة وسعادتك طيب. منور منور. نعم أستطيع. منور الصحة والجمال يا فندم. ربنا يخليك يا أستاذ وليد، ربنا يخلي سعادتك وشكرا. طبعا شهادتي مجروحة للأسف، شهادتي مجروحة بس لازم أشهدها طبعا يعني. بصراحة دايما بقول وبكرر في كل برامج زمان، العميد أحمد الجحش هو رسالة صريحة من ربنا لكل شخص طموح. بصراحة يعني نشهد ويشهد الجميع على القاصي قبل الداني فترة الانتخابات وقوتها ويكونك بربنا والقلق والتوتر والهيصه اللي كانت حوالين الموضوع، وما زلت الاسد الجريء اللي خد الانتخابات بيكون ربنا. دي نقطه رقم واحد، ودي بصراحه احييك عليها لوقفتك ويكونك بربنا، وانك بثيت روح الشباب وانا منهم، ان الواحد لازم يكمل حلمه مهما حصل. دي نقطه رقم واحد. تمام. نقطه رقم اثنين، العميد احمد الجحش في ما يكملش سنه حرك المياه الراكده واصبح المكوك الفضائي لزفته، وخلى طعم مجلس الشعب له طعم، بقى في طعم لمجلس الشعب. حسينا يعني ايه عضو برلمان. وانا اشهد شهاده ثانيه واقول دايما عضو للشعب بنروح له لحد باب بيته ونخبط عليه
هو بقى اللي كان بيجي لحد بيتنا بصراحه، يعني كنا بنشوفه في وسطنا، وده نائب الشعب بصراحه، ودي شهاده رقم 2. شهاده رقم 3 قريه سندباط. انا دايما بقول بقى بصراحه انا بحسد القريه دي بجد، ودي اقول سندباطاوي يا ريس وافتخر، وكان نفسي اكون من القريه دي وجودك فيها. ده شرف لينا يا زوريد، شرف لينا والله. لا بجد نفسي القريه تحس بقيمه العميد احمد الجحش، قريه محترمه جدا فيها من الافاضل والمحترمين والعائلات، وصراحه اتمنى فعلا يبقى في حاجه، يعني القريه دي جامده جدا 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 جدا، ويكفي برضو ان منها حضرتك، والقريه دي لازم تفتخر بالعميد احمد يحيى الجحش. واتمنى ليك التوفيق يا فندم، وانتخابات القادمه ان شاء الله انت فيها ليك فيها باع طويل، عشان بس تقوت ربنا في الناس، واتقنت عملك اللي هو مش عمل ولكن تطوع، ولكن بفضل الله اصبحت ايقونه نجاح لكل شاب زفتاوي مخلص ونفسه يكون حاجه. متشكرين يا استاذ وليد طبعا يعني على الكلمات الجميله دي، وانا بشكر طبعا الاستاذ وليد على الكلمات دي طبعا. يعني الاستاذ وليد طبعا كان مدعم جامد جدا بصراحه في الفتره اللي فاتت مع الواحد، ويعني زي ما اتكلم كده طبعا اقل حاجه اقدمها لزفته، يعني زفته ضربت مثل في انتخاباتي زي ما بيقولوا كده صنعت التاريخ. يعني مش عايز اقول لحضرتك زي ما بقول لك، الواحد قاوم حاجات يعني، والناس وقفت مع الواحد. يعني سندباص طبعا بلدي، بلد الاسود زي ما بيقولوا، يعني مصنع الرجال سندباص طبعا. الدايره كلها ادت مثل جمهوريه زفته زي ما بيقولوا طبعا، زي وانا قلتها قبل كده بعد نجاحي، زي ما زفته ان شاء الله قاومت الانجليز سنه 1919، انا 2019 بعد 100 سنه قاومت طبعا نقول الفساد والظلم، والحمد لله اللي عايزته جابته، وده الدرس لمصر كلها. شكرا يا فندم. شكرا باشمهندس وليد شعلان المنتج الفني للبرنامج. شكرا يا فندم. طيب يا فندم دلوقتي في ورق قدامي انا هفتحه لحضرتك وهقرا الاسماء وحضرتك تديني تعقيب على طبعا. نعم. طيب اول ورقه الاستاذ محمود رسلان توفاه الله. الله الله يرحمه طبعا. الاستاذ محمود اصيب بالكورونا وتوفى من الكورونا، الله يرحمه طبعا. بنعزي انفسنا بنعزي زفته كلها، الله يرحمه. احنا بنعزي طبعا يعني، وربنا يجعله من الشهداء يا رب، ويتقبله من الشهداء يا رب عنده، الله يرحمه الله يرحمه. طيب الورقه الثانيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتفضل يا فندم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا، انا ابن القوات المسلحه، كان القائد الاعلى للقوات المسلحه، القائد العام وبعدين القائد الاعلى للقوات المسلحه حاليا طبعا، وربنا رزق مصر بيه، وربنا يعني خرج مصر زي ما بنقول من الظلمات الى النور يعني. وكفايه ان عمل اسم لمصر يعني الفتره اللي فاتت دي حضرتك، كفايه الرسائل اللي احنا اديناها للعالم، يعني احنا مصر الاقتصاد واقف على رجليها، تبعتي معونات سعادتك لامريكا، وتبعتي للصين الدول العظمى اللي في العالم وايطاليا، فدي رسائل كلها سعادتك ان احنا موجودين واقفين على رجلينا. كفايه الرسائل دي صامد واقف طبعا، وواقفين طبعا يعني طبعا بنحيي طبعا الجيش المصري والشرطه المصريه على الفتره اللي فاتت بصراحه في تطبيق الحظر، بنحيي طبعا الجيش الابيض، الناس طبعا استحملت كتير جدا الفتره اللي فاتت، وطبعا ده دور المصريين طول عمرهم وطنيين بالامانه، يعني شعب ما فيش احسن منه بالامانه. طيب اسال الورقه الثالثه اهالي قريه سندباست. طبعا قريه سندباست يعني زي ما بيقولوا بلد الاسود ومصنع الرجال، ده بلدي طبعا، هي يعني لهم الفضل بعد ربنا في دخول الواحد البرلمان، والواحد ما ينساش الكلام ده يعني. فانا بقول لكل واحد في سندباست، يعني كان حد زعلان مني بدون قصد يا جماعه، زعلت حد، انا بمد ايدي للجميع، واحنا ولاد بلد واحده، واحنا مالناش الا بعض زي ما بيقولوا، وانا ما انساش جميع سندباص عليا، واحنا في شهر كريم طبعا، في شهر العطاء وفي شهر المحبه والمغفره، فكلنا نغفر لبعض، دعوه للترابط والتسامح، والتسامح. واحنا في شهر كريم يا جماعه، وانا يا جماعه طبعا ما انساش زي ما قلت كده، ما انساش فضل سندباص عليا ولا الدايره كلها بالكامل يعني. فانا طبعا يعني، وعشان كده يا جماعه انا قدمت لسندباص الفتره اللي فاتت، الناس كلها لازم تعرف انا عملت مدرستين في سندباص، واللي عاوز يروح يتفرج بيتبنوا فيهم العاديه والحسين عجاج، فرشت جامعين الجامع الكبير وجامع الرويني، عملت مزلقان سندباست قدام الناس كلها تروح تتفرج، جبت مكانتين صرف، مكانه بنك مصر وبنك الاهلي، بير ماير توازي، بنغير في سندباست ب 2 مليون جنيه مواسير ميه لمد وتدعيم اللي قلت لحضرتك عليه ده، حضرتك طفل لمراكز الشباب، دعم مال لمركز الشباب، ادوات لمركز الشباب. فانا قدمت لسندباست راس في جسر النيل، كل ده اتعمل لسندباست في خلال سنه. فيا جماعه انا يعني انا بمد ايدي للجميع من عند حضرتك من المبر الاعلامي ده، واحنا في شهر المغفره والرحمه يا جماعه، وانا يا جماعه انا ما بزعلش حد، ومحدش بيتكلم باسمي في سندباست،
انا المتحدث، وانا الكلام ده قلته على صفحتي كذا مره، قلت ما حدش بيتحدث باسمي، الصفحه الرسميه بتاعتي او الشخصي الايميل الشخصي بتاعي هو المتحدث باسمي فقط لا غير. ان كان حد واحد بقى محسوب عليا او الكلام ده، في ناس محسوبين عليا كتير جدا، في الدكتور عبد الله موجود راجل محترم، في الاستاذ سامي توفيق راجل محترم، في الدكتور عمرو الوشاحي، في الدكتور علي الوشاحي، في الاستاذ خالد عبد العزيز، في الاستاذ مصطفى، في كتير جدا طبعا، الناس كلها محترمه طبعا. وكل على فكره الحمله بتاعتي كلها كانت شباب، يعني الحمله كلها زي ما الاسبوع ليك كده، الحمله اللي موجوده بتاعتهم من دكاتره لمهندسين لاعلاميين، كلهم كانوا الموجودين معايا في الحمله بتاعتي كلهم شباب طبعا، يعني الفتره اللي فاتت طبعا شباب، ده عامل كتير جدا مع الواحد. ويا جماعه انا بقول تاني، ما حدش بيتحدث باسمي، انا المتحدث الرسمي الصفحه الرسميه بتاعتي فقط لا غير. صحيح. وانا يا جماعه انا بحب الناس كلها، ومش شايل من اي حد خالص، سواء كان معارض او مؤيد، وانا بمد ايدي للناس كلها. اخر ورقه معانا، الاستاذ احمد النحال رئيس مجلس مدينه زفته. الاستاذ احمد النحال طبعا رئيس مجلس مدينه زفته، هو بقاله سنه في زفته دلوقتي وشهر، راجل محترم ابن المحليات، راجل بيجتهد طبعا، وخلاص هو طالع معاش الشهر ده سعادتك، فنتمنى له كل خير طبعا في حياته القادمه، وبنقول له كل سنه وسعادتك طيب. طيب حضرتك اي تعقيب تاني لاهالي القريه بتاعتك؟ احنا بس سعادتك، احنا الفتره اللي فاتت برضو في حاجه، احنا عندنا في انا يعني المحافظ جبته في حاجه اسمها الكره المنتجه، اللي هي عندنا كفر ميت الحارون وميت الحارون، دول بيصنعوا كاوتش، وانا نزلت المحافظ الكلام ده، والصور موجوده طبعا سعادتك على الصفحه بتاعتي. انا جبته برضو، ده كان دعم، كانت مبادره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان الكره المنتجه دي نشجعها، وان ساعات بحيث نقدم لها الخدمات، سواء بقى في مجال رصف، في كهرباء، في مياه، في صرف صحي. احنا بس عندنا شبرا ميل سعادتك طبعا، يعني كل سنه بيحصل لها طبعا بعض الحرائق، وانا طالبت السيد المحافظ، وبطالب من عند المنبر الاعلامي بتاع سيادتك دلوقتي والساده المسؤولين كلهم، بتوفير وحده اطفاء كامله لشبرا ميلس. شبرا ميلس سعادتك بتنتج 80% من انتاج الكتان على مستوى مصر، وبتصدر 12% من الكتان على مستوى العالم. فطبعا يعني قريه بسم الله ما شاء الله، اه طبعا حاجه منتجه جدا، ولازم بيحصل فيها حرائق طبعا، الكتان سريع الاشتعال، في كل سنه بيحصل مشكله في الكتان. فاحنا بنطالب السيد المحافظ الثاني الدكتور طارق رحمي بتوفير وحده اطفاء كامله لشبرا ميلس. الموضوع الثاني برضو بالنسبه للحرائق، احنا كان عندنا برضو معرض في متغمر، ده كان فيه 58 اسره طبعا منتج فيهم يعني، وطبعا فاتحين كذا بيت، والمعرض ده اتحرق الاسبوع اللي فات طبعا. بنطالب الساده المسؤولين، السيد وزير الصناعه والساده وزيره الصناعه، وطبعا الساده المسؤولين بحل مشكلتهم الناس دي. شكرا طبعا، شكرا سياده العميد احمد يحيى الجحش عضو مجلس النواب الحالي. للاسف انا الوقت خلص معايا النهارده، ان شاء الله لينا لقاء تاني مع سياده العميد. شرفتنا يا فندم، ورمضان كريم عليك. كل سنه وانتم طيبين طبعا يعني، وبشكر حضراتكم طبعا، وكل سنه وانتم طيبين لاهالي زفته بالكامل ان شاء الله. طيب دلوقتي هنطلع نشوف فيديو لسياده العميد وهو بيتفقد بعض المصالح الحكوميه، وبعده ان شاء الله هتلتقوا مع الفقره اللي بعدي مع الزميل عبد الله رشد. مع السلامه. Thank you.
عادل طبعا مشكور على المجهود اللي فات طبعا، وبناكد يعني دايما على تفعيل الرقابه على الجزارين طبعا عشان غلاء الاسعار والناس اللي بتذبح خارج السلخانه. فطبعا سعادتك طبعا يعني مشكور الفتره اللي فاتت، عملت مجهود كويس جدا. انا شفت كام قضيه الاسبوع اللي فات يعني حاجه محترمه جدا، فيعني يا ريت على هذا المنهج بقى نمشي عليه سعادتك يعني. ان شاء الله احنا شغالين ومتواصلين في مكافحه كل جزار يخالف القانون. ده زائد شغلنا الاساسي في التطهير الليلون جهد المنشات الحكوميه والسياديه والامنيه. وسياده النائب جاي وانا طالع في اتجاهي لمركز زيت. ربنا يبارك فيك. نقول للناس كلمتين برضو كده، كل واحد يلزم بيته، كله يلزم بيته ويحافظ على نفسه ويحافظ على اولاده واهتمامات والنظافه الشخصيه. نتفرق اليوم ونجتمع غدا ان شاء الله باذن الله، وربنا يعدي على خير ومصر محفوظه باذن الله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.